نعم سادتي، نتواصل معكم في هذه التغطية. واقعا أن الكلمات تعجز عندما تشاهد رجل كهل. السلام عليكم، عظم الله أجرك. عليكم السلام ورحمة الله. غات حجينا، يعني أنا أول من شفتك سلمت عليك، جواك الله عمي، جاوبتني في الجواب أتذكر، أريدك نفس الجواب تجاوب. الحمد لله رب العالمين. أبويا أنت سألتني سؤال، تقول لي جواك الله وتعبان، قلت لك أنا أبويا مو تعبان، أنا المن رايح، رايح للحسين عليه السلام. الحسين اللي أدى الرسالة السماوية، الرسالة السماوية أداها للرسول صلوات الله وسلم، وجا من أجل الإصلاح، وجا من أجل الخير والبركة، وجا من أجل الجنة إن شاء الله. الحسين، الحسين إحنا هذا موقفنا للحسين، إحنا أرواحنا وأبهاتنا وأمانا كلها للحسين. حجين أنا يعني لو أسألك مثلا، ربما سيد الشهداء يسألك يقول لك، يقول لك انتم كفيتوا ووفيتوا وربيتوا هذا الجيل. قبل شوي انا شفت طفل سالته حكاني كلام يعني كانما انسان واعي وانسان مثقف عن تربيته وعن تاثره بقضيه السبايا. انتم ربيتوا وكفيتوا، اذا سالك الامام الحسين فرضا سالك سؤال وقال لك كفيتوا كافي، اركب سياره وروح زور. ليش التعب روحك؟ ما كفينا، ايش ما نقدم منا للاخره؟ ايش ما نقدم للحسين عليه السلام؟ ما نوفي. الحسين قام بنهضة إصلاحية وخلى الناس توجه من البصرة، من البيشة، من العمارة. هاي المن جاية؟ جاية للحسين عليه السلام اللي بذل روحه وبذل أطفاله وعائلته. فأرجو من الزوار اللي قادمين إنه يروحوا للحسين بقلب نظيف وبقلب طيب ومتوجهين لأبا عبد الله الحسين. لا تنسونا يا زوار الحسين، أرجوكم بالدعوة للشباب وتنصحوهم من هالموبايلات هاي اللي كاظب موبايله ويدردر بيه ولا حتى تسبيحه ما يسبح. فاللي ارجو منكم، بارك الله بك، لا تسلم ابداع حبيبي حجي. حبيبي حبيبي بارك الله بك، لا تسلم ابداع، موفق ان شاء الله. جزاك الله احسنت، بارك الله بك، مشكور جزاك الله عمي. مشكورين، الله يوفقكم ان شاء الله. حياك الله عمي، موفق. هونك يا جفن دمعاتك اخفيها، لا شامت يشوفك وانت تجريها، وتعلم صبر من عندي وحجيها، بس حسين يسوى دموع نبجيها، ومصابه يهد الزهره لو شافت على الغبره. بلا دفان بلا دفان اتسمع لاخر ون. سادتي تغطياتنا مستمره معكم لإحياء ذكرى اربعينيه الامام الحسين عليه السلام، وهذه انتقاله في محور مكتب الحرم.